الاستاذيه شنو؟ احنا عندنا بدك تعمم المعادله الاستاذيه هاي على على كل امبير؟ نعم اجور العمال مشغلين. اجور عمال. اجور بلديه. اجور بلديه. اجور تنظيف. كل عام تنطوني اجور العمال واجور تنظيف واجور ماء واجور كهرباء على اساس؟ انا مواطن عندي طبعا هاي صار 7 سنوات او 8 سنوات المواطن يدفعها وما يدري بها. مشروع انا كلمني قال لي ضاع اجيبها تكلمني 10000 دينار، احسب النقل ماله واحسب الحراسه واحسب كل احسبها. الوظيفه هذه من ضمن هذه الوظيفه هذه انت تقعد تشتغل. صيغه قانونيه يسمح انه تقطع من المواطن. اولا هي مساله اجتهاديه مساله كلها عيني انطيني شرعا قانونا تقطع من المواطن. اليوم كان لنا اجتماع مع لجنه التسعيره في محافظه نينوى وبحضور السيد قائم مقام الموصل، وتوصلنا الى بعض الامور طبعا كانت مخفيه لي يعني شخصيا ما كنت اعلم بها. من تفاهمت وياهم سالتهم على التسعيره شلون يطلعون التسعيره، فقالوا لي انه اكو كلف ثابته وكلف متغيره. طبعا قبل ما اذكر هذا الموضوع أنا أحب أنه أذكر المواطن الكريم بأنه من الممكن أتحارب، ممكن أنه يحاولون تسقيط، لأنه تدرون أكثر من 1000 مولدة، فإذا كل واحد تعليق تعليق راح يطلعوني يعني العائل. أنا أريد المواطن الكريم يفهم شكو اللي يصير بالمولدات. تسعيرة المولدة أكو كلف ثابتة وكلف متغيرة، فسألتهم شنو الكلف الثابتة؟ قالوا لي أجور عمال وأجور بلدية وأجور تنظيف وأجور ماء وأجور كهرباء وأجور تجديد الكارت. سألته هاي منين؟ قال لي هاي ناخذها من المواطن. يعني المواطن يدفع 1600 دينار إذا على الأمبير الواحد مقابل أجور عمال وأجور بلدية وأجور تنظيف وأجور كهرباء وأجور ماء وأجور تجديد الكارت. هذا ظلم وهذا إجحاف بحق المواطن. فللأمانة أنه طلعوا لجنة المولدات ولجنة التحدي مو راضين، وحتى يمكن رفضوا أنه قالوا احتمال احنا نطفي واحنا مدري ايش. احنا في دولة مو بغابة، اذا يريد يطفي اكو جهات امنية تفرض عليه انه يفتح غصبا عنه، واذا ما يفتح اكو 100,000 واحد يجي يفتح بمكانه ويمشي على الضوابط وما يستقطع من العالم. انا طالبتهم بانه يجيبوا لي قانون يخولهم بانه يستقطعون من المواطن 1600 دينار على الامبير بدون ما يشغل، ماكو هيك قانون. اذا اكو قانون انا راح اكون وياهم، ماكو هيك قانون، مستحيل اوافق على هذا الشيء. يعني هذا الشهر يمكن تصل تعبر فوق 6000 7000 دينار للامبير، فمن حسبناها هسه يطلع 5 إلا ربع. هاي في حاله تشغيل بعض المناطق 116 ساعه، لكن اكو مناطق جو 70 جو 80 يجوز ما يتجاوز، راح يطلع عليه الامبير 3000 3000 ونص. الحقيقه هذه ال6 سنوات انا حكيت ويا المولدات نفسهم لجنه التحدي، قلت لهم انا ادفع 1600 على الامبير، اذا المواطن شريك وياك بالمولده، له حق بالمولده. المواطن اذا انا ادفع ايجار العامل اللي عندك، اذا انا من حقي اجي اقول للعامل تعال صلح لي الجوزه اللي عندي، تعال صلح لي الوايه. مو انا ادفع حق اجره العامل وادفع اجره الماء واجره الكهرباء واجره المجاري واجره الكارت ويجيني هم يزود علي التسعيره على اساسها. طبعا هذا ما اقبل هذا الشيء، وان شاء الله احنا ماضين بانه نقف بوجه الفساد ونحارب الفساد في كل مفاصل المحافظه. ناقشنا مساله التسعيره لهذا الشهر. حقيقه احنا دائما ناخذ نسب انقطاع التيار الكهربائي ضمن مركز المدينة والأحياء السكنية، وبعدين تقدر هذه التسعيرة، وهي تختلف طبعا من المستمر له تسعيرة معينة وكذلك كار والمحدودة. لكن احنا أكيد هو وجود الطاقة الكهربائية له تأثير كبير في خفض هذه التسعيرة. بداية فصل الصيف احنا دائما الكهرباء تبشر بخير، تختلف عن الشتاء حقيقة، لكون يختلف فصل الشتاء لوجود أحمال كبيرة على الكهرباء. لكن اليوم احنا من هذا الشهر أنا أعتقد هناك تغييرات كبيرة ما عدا الأحوال الطارئة اللي حدثت للكهرباء، لكن اليوم التسعيرة راح تختلف، راح تكون على غرار العام الماضي.
تسعيرة مناسبة جدا، وإن شاء الله التسعيرة راح تكون مناسبة لكل الأطراف سواء بالمحدود أو المستمر أو كار. نحن لا ضرر ولا ضرار، لا نريد أنه يتأثر المواطن أو يتأثر صاحب المولدة، لكن فقط صار نقاش قوي وكبير على مسألة الإضافة الأجور المتغيرة، وأعتقد هناك اتجاه لإلغاء هذه الأجور المتغيرة، وإن شاء الله إذا لغت هذه الأجور المتغيرة أكيد راح تكون التسعيرة أقل بكثير، وإحنا إن شاء الله مع المواطن في كل شيء. نحن كجمعية التحدي علقنا عملنا كتسعيرة للمولدات. سيد رئيس لجنة الطاقة يريد قانون كيفية إعطاء أجور عمال، البقية المفاصل يعني كان موافق عليها، ويعني من باب الأمانة والنزاهة، علما إذا أكو بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكو قانون يقول أقل أجر للعامل لازم من 300 إلى 450، فالعمال يأخذون 900,000 بالشهر، فهو يقول لا لازم يجيبوا لي قانون بالعمال، يا أما ألغي أجور العمال. 1600 ما لنا، البلدية تروح قسم منها وتروح للمجاري وللماء وللكهرباء وقسم منها للضريبة وقسم منها للعمال، يعني هذه كلها تروح للدولة وليس اللي يعني كلها تروح للعامل وتروح هاي أجور ثابتة تعتبر، لأنه إحنا يحاسبونا على كوست بلس كلف زائد أرباح، يعني كلف الثابتة والكلف المتغيرة، ما من ممكن أنا أخلي الغاز كلفته متغيرة على الكلف الثابتة، فهاي الكلف الثابتة اللي هي الجبايات تعتبر وأجور العمال.